الأوساط الإعلامية في إيران مشغولة بخبر إقالة حبيب الله رحيم بور أزغدي، وهو مقدم برنامج شهير اسمه الزاوية، وبيعرض على قناة الرابعة التابعة للحكومة. البرنامج مباشر وبيتناول المواضيع أو مواضيع خلينا نقول من النوع الثقافي والسياسي. وفي حلقة الأربعاء الماضي استضاف رجل الدين ومدير معهد الثقافة والفكر الإسلامي في طهران أحمد جهان بزرغي. اللقاء هذا ارتبط بمسألتين تحديدا أثاروا غضب حكومة روحاني. الأولى كلام الضيف أنه في الكثير من المسؤولين خانوا البلد لكن ما حدد مين هم. المسألة الثانية هي هذه، شوفوا إيش قال. مسؤولي كمشينه تو خونهش نمدونم بشما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش باهاش به شما گرسان نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن. مسئوله؟ مسئولین در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردن. في المقطع اللي شفناه رجل الدين أحمد جهان بزرغي قال إن الوزراء اللي بيحاولوا يوصلوا له مو قادرين لأنه جالس في بيته بجانب الموقف المتجاهل اللي بيصير في بلده. الفكرة الجدلية إنه مصطلح جالس في بيته جنب الموقف معناه في إيران إنه متعاطي مخدرات. وصحيح أنه في كل هذا الحوار ما أحد جاب سيرة روحاني ولا ذكر اسمه حتى حرفيا، بس يعني مين عنده وزراء غيره أصلا يعني. علشان كده ممكن الرمية هذه كانت واضحة والفكرة وصلت لأصحابها. طبعا فكرة زي هذه ما رح تعدي. في أحد مثلا يجي كده يقول على روحاني بيتعاطى مخدرات وضارب طناش للبلد، يعني بالنسبة لهم لازم يتحاسب. بس المفارقة أنه مو رجل الدين اللي تحاسب، فكون أنه من التيار المتشدد المعارض لروحاني فموقفه متوقع. بس الحلقة الأضعف واللي راح في كل هذه البلبلة هو المذيع حبيب الله رحيم بور أزغدي، اللي على طول جاء خبر إقالته بعد ما هدد روحاني برفع قضية ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي اللي بيديروا متشددين بتهمة التشهير.